try to rally the rest of the world and our allies. Hit the nuclear first and worry about the rest later. تسارع غير مسبوق للأحداث في الشرق الأوسط وضع المنطقة على المحك بعد الرد الإيراني على إسرائيل بعد عملية اغتيال حسن نصر الله. ذلك الرد الذي وضع المنطقة أمام سيناريوهات خطيرة للرد الإسرائيلي وفتح الباب مشرعا أمام استهداف المنشآت النووية الإيرانية ومواقع حيوية أخرى في العمق الإيراني. فما هي أهم المنشآت النووية في إيران ومواقعها وطرق تحصينها؟ المواقع النووية الإيرانية تضم 4 فروع رئيسة تتمثل بمراكز الأبحاث ومواقع التخصيب والمفاعلات النووية ومناجم اليورانيوم، وكل فرع يقوم بأنشطة خاصة تشكل بمجموعها البرنامج النووي الإيراني الذي يحظى بمتابعة مراكز الدعم الحكومية. إيران تمتلك العديد من المفاعلات والمنشآت النووية فوق الأرض وتحتها، ويمثل مفاعل بوشهر أول المفاعلات التي تم بناؤها في إيران بمساعدة روسيا، والذي يزعم الإيرانيون أنه مخصص لتوليد الطاقة الكهربائية. أما ثاني المفاعلات النووية، مفاعل آراك الذي يقوم بإنتاج البلوتونيوم، وهي مواد أساسية بصناعة القنابل النووية. وتعمل محطة إنتاج الماء الثقيل المجاورة لآراك على توفير المياه الثقيلة للمفاعل، وهو أحد المواقع الذي أشعل الخلاف مع الغرب، وقامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارته عام 2011. وبموجب الاتفاق النووي تم تحديد كمية إنتاج البلوتونيوم. ثالثا، مفاعل ناتانز الذي كان أبرز نقاط الصراع بين طهران وواشنطن لاستخدامه أجهزة الطرد المركزي بتخصيب اليورانيوم. مفاعل ناتانز يمتد على مساحة 100,000 متر مربع وبعمق 8 أمتار تحت الأرض، ومحمي بجدارين أحدهما بسماكة 2.5 متر وجدار آخر خرساني. وفي عام 2004 تم تدعيم سقفه بالإسمنت المسلح بنحو 22 مترا، وكان من المواقع التي خضعت لتفتيش الوكالة الدولية. وتشير التقارير الأمريكية والإسرائيلية إلى أن إيران حفرت أنفاقا متشعبة تحته تخفي بداخلها مواقع لبرامج نووية حساسة. مفاعل أصفهان الذي يضم مفاعلات بحثية ومركزا للتكنولوجيا النووية ومنشأة للتخصيب، ويتم فيه تنقية اليورانيوم من الشوائب بهدف تحويله كيميائيا إلى غاز ثم تبريده وتحويله لمادة صلبة. مفاعل فوردو وهو أهم منشأة تخصيب اليورانيوم الذي تم بناؤه على عمق كبير تحت الأرض بمنطقة جبلية، يعد أكثر المنشآت النووية تحصيناً. وتشير تقارير استخبارية غربية إلى أن تخصيب اليورانيوم فيه وصل لدرجة نقاء انشطارية بنسبة 20%، في حين تقول عنه طهران أنه يستخدم لإنتاج النظائر المشعة لعلاج مرضى السرطان. إجمالاً، فإن هذه المنشآت محاطة بدفاعات جوية كثيفة ومضادات للطائرات وبطاريات صواريخ، وتخضع لحماية مشددة من الحرس الثوري الإيراني. وبالرغم من تأكيد طهران عدم سعيها لحيازة السلاح النووي، إلا أن الواقع يؤشر زيادة إيران لمخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 إلى 165 كيلوغراماً، أي أكثر بنحو 20 كيلوغراماً مما ذكرته الوكالات الدولية والأممية، علماً أن صنع قنبلة نووية يتطلب تخصيباً بنسبة 90%، وهو ما يمكن الوصول إليه خلال أشهر قليلة.